من السنة الرابعة على التوالي أكدت الحكومة في بلاغ مشروع الموازنة العامة لسنة 2023 عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية، كما أكدت لا زيادة غير اعتيادية على رواتب الموظفين. وتوقعت الحكومة استمرار مرحلة التعافي التدريجي للاقتصاد وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال العام المقبل ليرتفع إلى 3% في عام 2024. كما توقعت أن يبلغ مستوى التضخم 3% في العام المقبل لينخفض إلى 2.5% في عام 2024. أما حركة التجارة الخارجية فتوقعت الحكومة في بلاغ الموازنة نمو صادرات 2.7% في عام 2023 مقابل نمو بالسالب لحجم المستوردات. بالمقابل أشارت التوقعات إلى عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات يبلغ سالب 4.8% في العام 2023، حيث يمثل الحساب الجاري قيمة المدفوعات والمقبوضات من التجارة الخارجية والدخل السياحي وحولات العاملين بالخارج فضلا عن المنح الخارجية وتحويلات أرباح الاستثمار. اليوم بدأ ماراثون إعداد مشروع قانون الموازنة للسير بإجراءات إقرارها وفق القنوات الدستورية مع إعلان الحكومة توقعاتها للاقتصاد وخطة عملها للعام المقبل في بلاغ مشروع الموازنة. وزير المالية الأسبق دكتور محمد أبو حمور ينضم إلينا عبر الهاتف لمعرفة مدى واقعية فرضيات الحكومة التي استندت عليها في توقعاتها لأداء الاقتصاد في العام المقبل في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وصعوبة الأوضاع المعيشية. أهلا بك دكتور. شكرا أستاذ حمدان. دكتور، الحكومة في بلاغ الموازنة أعلنت عن توجهاتها للعام المقبل ضمن 24 بند من عدم فرض ضرائب جديدة، التركيز على الإنفاق الرأسمالي. هل هذه التوجهات تلائم هذه المرحلة التي تشهد تغيرات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة؟ أستاذ حمدان، يعني إحنا الآن زي ما أشارت الحكومة بهذا البلاغ إنه إحنا بدأنا بالتعافي من قضية آثار الكورونا، وإجت الحرب الروسية الأوكرانية وألقت ببلادها على الاقتصاد الأردني كما ألقت ببلادها على العالم. الآن الحكومة بتعلن بلاغ الموازنة. بلاغ الموازنة أعلنته الحكومة بعد إقرار المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي اللي أقرت الأسبوع الماضي، وهي الأرقام والتوقعات والتقديرات إجت مستندة تماما للاتفاق اللي تم مع صندوق النقد الدولي حول أدق التفاصيل في قضايا جانب الإيرادات والنفقات والعجز والمديونية وأيضا المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. يعني إحنا الآن عندنا خطة الإصلاح الاقتصادي اللي أمرت فيها جلالة الملك الحكومة وقامت بأدائها، وعندنا أولويات خطة أولويات الحكومة، وعندنا خطة تحديث القطاع العام. هذه محاور رئيسية يجب أنها تنعكس ضمن إطار الموازنة، لأن خطة الحكومة تمتد لعشر سنوات وتخلق فرص عمل كل سنة 100,000 فرصة، وبالتالي يعني يجب أنه الموازنة وهي خطة سنوية تقدم إلى البرلمان ويقرها البرلمان الأعيان والنواب وتصدر فيها إرادة ملكية سامية، يجب أنها تعكس هذه التوجهات والمرتكزات. زي ما أشرت أنت، هناك عدد كبير من المرتكزات الأخرى كعدم فرض نعم دكتور وتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الفرضيات، لكن بصراحة معدلات النمو الاقتصادي ما تزال رغم أنها يعني متحسنة 2.7% إلا أنها ما تزال يعني ضعيفة، ويصعب أنها تحقق معدل خلق فرص عمل 100,000 بالسنة كما أشارت الحكومة دكتور. على مدار 10 سنوات. نعم دكتور، يعني من توجهات الحكومة أيضا زيادة الاعتماد على الذات، وهذا شعار يعني رفع منذ سنوات، هل نجحنا في ذلك؟ يا أستاذ الكريم، هناك معادلة صعبة زي ما أشرت أنت، إنه الاعتماد على الذات يعني تغطية الإيرادات المحلية على الأقل لكامل النفقات الجارية، وهذا الكلام يعني كل سنة كل الحكومات تقوم بسرده ضمن إطار البلاغ الموازن وضمن إطار خطاب الموازن أيضا، وتوضع الأرقام المتفائلة، ولكن عند التنفيذ نجد أن الإيرادات لم تتحقق وأن النفقات الجارية زادت، وبالتالي الاعتماد على الذات في السنوات الأخيرة قاعد بكل ما بيزيد، ونتيجة هاي المعادلة الصعبة أنه الإيرادات يعني لا تتحقق في بنود الموازنة، والنفقات تأتي بصورة أكثر من المقدر، وبالتالي الاعتماد على الذات يقل. وعندنا إحنا في جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يجب أن نزيد من نتوجه نحو مزيد من الاعتماد على الذات، رغم أنه تقرير صندوق النقد الدولي وبلاغ الموازنة أشار لنجاح الحكومة في التعرض الضريبي وتجنب الضريبي وزيادة الإيرادات. دكتور بشكل سريع لو سمحت، يعني تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الأمن الغذائي وتنافسية الاقتصاد وغيرها من مطالب وتوجهات متكررة، والظروف التي عصفت بالعالم أخيرا تتطلب الإسراع في تنفيذها، أين نقف اليوم؟ أخي زي ما تفضلت، يعني الإنتاجية
زيادة الإنتاجية، تحسين التنافسية، التركيز على شراكة بين القطاعين العام والخاص، تعديل العجز الهيكلي في القطاع الكهرباء والمياه، ومعالجة الفقر والبطالة وخاصة بين الشباب والمرأة، كلها يعني تحديات كبيرة، والعجز والمدنية أيضا تحديات كبيرة، رغم أنه هذا العام شهد أن السياحة زادت بمعدلات كبيرة والصادرات زادت بمعدلات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية على الفوسفات للفوسفات والبوتاس، لكن ما زال أمامنا تحديات كبيرة، وما زالت الصورة إلى حد ما المواطن يرسم صورة غير مشرقة بالمستوى المطلوب نتيجة بعض الإجراءات وبعض السياسات، لكن احنا بنأمل أن هاي الموازنة تكون فيها من التفاؤل والأمل ومن الواقع اللي قابل للتطبيق. يعني احنا نعم دكتور، يعني دكتور إن معادلة العجز ومعادلة أنه فرضية وصول كامل المساعدة، فإذا المساعدات الكاملة اللي قدرتها الموازنة ما إجت، وإذا كان هناك إنفاق أكثر وإذا كان هناك إرادة أقل، معنى ذلك أنه العجز سيزيد والمدنية ستزيد. نعم. وهذا يعني سيقودنا إلى مزيد من الاختراق. دكتور إذا سمحت بشكل سريع بسبب ضيق الوقت، يعني الحكومة تعلن مجددا عدم وجود زيادة غير اعتيادية على الرواتب، السؤال ما هو مبرر الحكومة خاصة في ظل الواقع المعيشي الصعب وزيادة الأسعار؟ هل الإعلان عن عدم رفع ضرائب أو فرض ضرائب جديدة كافٍ؟ يعني اولا الاسعار العالميه ارتفعت في كل شيء، وبالتالي التضخم عندنا مرتفع في هذا العام حوالي 5.2%، ومتوقع زي ما حكت الحكومه انه السنه الجايه يكون 3%، لكن هذا بيؤدي لتاكل جانب من دخول الناس. عدم زياده الرواتب، الحكومه ستلتزم فقط بالزياده السنويه الطبيعيه وعدم الزياده لمتابعه قضيه التضخم، وبالتالي هذا سيؤدي لتراجع مستوى معيشه المواطن. لكن يعني الحكومه بصراحه كمان تخفي يعني خليني احكي قضيه صعبه ومعادله صعبه، انه كيف اذا بدها تزيد الرواتب بده يكون هناك عجز اكبر دين اكبر، وبالتالي تقع الحكومه صندوق النقد الدولي ما راح يكون موافق على زياده العجز المديونيه. نعم دكتور، المنح اللي بنحصل عليها ستكون في يعني تعرض للخطر، وبالتالي كثير من المانحين والمقرضين سيرون الاردن لا يسير بالاتجاه الصحيح. نعم، وزير الماليه الاسبق دكتور محمد ابو حمور كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وإلى قطاع الزراعة، انتقدت نقابة التجار ومصدري الخضار والفاكهة قرار وزارة الزراعة فتح باب استيراد البطاطا بعد توقف دام 4 سنوات بالتزامن مع بداية الإنتاج المحلي. نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد أكد أن أسعار البطاطا تشهد ارتفاع غير مسبوق في الأسواق المحلية منذ نهاية أيلول رغم فتح باب الاستيراد، ويبلغ الكيلو المستهلك بين 90 قرشا إلى دينار بسبب قلة الإنتاج. وأوضح أبو حماد أن وفرة إنتاج البطاطا المحلية تخزين لفترة تمتد من شهر حزيران إلى تشرين الأول، وخلال هذه الفترة تتراجع جودة المنتج وحجم المعروض وبالتالي ترتفع الأسعار، ثم يبدأ الإنتاج من جديد في شهر تشرين الثاني وتنخفض الأسعار تلقائيا ليتراوح سعر الكيلو ما بين 25 إلى 30 قرشا. توج رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد عصام سلفيتي ورئيسة تنفيذية للبنك نادي السعيد شركة كن الفائزة بجائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة البالغة قيمتها 50,000 دينار. وتقدمت 160 شركة للتنافس على جائزة البنك في نسختها السابعة، وصلت منها 5 شركات أردنية للمرحلة الأخيرة، في حين قامت لجنة تحكيم مستقلة ومن خلال معايير تعنى بالتكيف والتعافي الاقتصادي والمؤشرات المالية للشركة والاستدامة البيئية باختيار شركة كن للحصول على الجائزة، والتي تعمل على تمكين العميل من تملك منزل أكثر استدامة من خلال التكنولوجيا. وتأتي الجائزة هذا العام لتسليط الضوء على الشركات التي أثبتت قدرتها على خلق فرص من التحديات التي حملتها جائحة كورونا. احنا ببنك الاتحاد دائما بناخذ على عاتقنا دعم قطاعات الاعمال، دعم الرياده ودعم المشاركه الاقتصاديه للمراه، وكمان بدي من خلال هالايفنت اليوم وهالجائزه اليوم ان اقول لكل الرياديين ولكل الشركات الصغيره والمتوسطه انه احنا عندنا قدرات كبيره وبنقدر نعمل تاثير ايجابي كثير، وانه الاردن مليئه بالنجاحات، وانه كل هدول الشركات بيقدروا يعملوا انجاز كبير وينطلقوا من الاردن للاقليم وللعالميه كمان. الجائزه هاي يعني مهمه كثير لنا، لانها مثل ما تفضلتي جائزه معنويه ومش بس ماديه، بتحسسنا بالنجاح وبتحسسنا قديش الناس داعميتنا وشايفيتنا. طبعا بحب اشكر دائما كل الناس اللي بدعمونا، من العملاء والزبائن اللي اشتروا منا، من مستثمريننا، من اهالينا واصحابنا، واهم شيء بدي اشكر فريق كون العظيم اللي بيشتغل ليل نهار حتى يحقق هذا الشغل. إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد، عودة إليك مهند. شكرا حمدان.